أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق العسكري بموازنة تبلغ 636 مليار دولار، وسوف تستخدم المبالغ المرصودة لتمويل الأعمال الحربية الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى تخصيص جزء بسيط لتمديد مدفوعات البطالة ومصاريف الرعاية الصحية للشهرين المقبلين. وسوف يحال المشروع إلى الرئيس أوباما لتوقيعه كقانون ملزم. جاء الجزء الأكبر من كلفة مشروع القانون لتمويل الإنفاق العسكري الأمريكي للسنة المالية الممتدة من تشرين أول أكتوبر الماضي وحتى نهاية أيلول سبتمبر من العام المقبل. تصويت الكونغرس الأمريكي على هذا النحو شكل انتصارا جزئيا للرئيس أوباما ووزير دفاعه روبرت غيتس، فقد نجح الاثنان معا في مقاومة جهود شركات التصنيع العسكري لفرض صناعات فائضة كان عدد من أعضاء الكونغرس يرى فيها مصدرا لوظائف إضافية تساهم في التخفيف من أزمة البطالة، غير أن الرسالة كانت واضحة في الكابيتول هيل. أولا بالنسبة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، هذه رسالة صارخة نوجهها إلى رجالنا ونسائنا العسكريين حول العالم، ولكننا بلغنا الهدف وأنا ممتن لأننا تمكنا من ذلك. المصروفات المشمولة في نص مشروع القانون هذا تضاف إلى ما يقترب من 800 مليار دولار كلفة صفقة الإنقاذ الاقتصادي الأخيرة، وزيادة 4.1% على موازنة الإنفاق العسكري للعام الماضي تشكل تخفيضا على الموازنات السنوية للعهود الرئاسية السابقة والتي درجت على زيادات تدور حول 7%. يعتبر كثيرون داخل مجلس الشيوخ الأمريكي وخارجه أن انخفاض المبالغ المرصودة لتمويل الحروب يعود إلى تراجع كلفة الحرب العراقية، غير أن ما يتبقى بعد احتساب كلفة الصناعات العسكرية الجديدة لا يتجاوز 128 مليارا من الدولارات، وهي لن تكون كافية حتى لتمويل نشر 30,000 جندي إضافي التي أعلنها الرئيس أخيرا. وهنا يتساءل آخرون عما يريده الرئيس أوباما فعلا، أهو وضع حد لحروب تجاوزت كلفتها كل التوقعات أم الحد من الخسائر بوسائل وبرامج تحفظ للأمريكيين ماء الوجه؟ ناهد أبو زيد، BBC.